أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تفقده العديد من المصانع بمدينتي العاشر من رمضان والعبور يعكس مدى اهتمام الدولة بالصناعة وتشجيع القطاع الخاص. الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي داخلة هي تعي تماما هي بتحط استثماراتها فين، واللي حضراتكم شفناه النهاردة يا إما استثمارات جديدة خالص زي المصنعين اللي تفقدناهم في بداية الجولة في العاشر اللي هم مصنع هاير الصيني ومصنع بيكو التركي، ودول على فكرة من المشروعات اللي خدت رخصة ذهبية وفي خلال أقل من 6 شهور حضراتكم شفتوا المصنع طلع وبيتكلموا على بدء الإنتاج في شهر فبراير ومارس الجاي، يعني في أقل من سنة المصنع هيكون بيشتغل وبينتج وبيصدر، وبيتكلموا الاتنين على حاجة مهمة جدا، هو مش واخد مصر علشان يعمل مصنع لمصر، ده بيعمل مركز إقليمي لمنتجاته تخدم على الشرق الأوسط وأفريقيا كلها، وده ما كانش ممكن يتحقق إلا إذا كانت الدولة مركزة معاهم، بتذلل لهم الصعوبات، بتطلع رخصة. بتابع على مستوى أسبوعي مع السادة الوزراء ورؤساء هيئة الاستثمار والجهات موقف تنفيذهم على الأرض، وهم ده اللي بيقولوه، بيقولوا لولا اللي احنا خدناه من دعم من الدولة المصرية مش ممكن ان احنا كنا نخلص بسرعة دي، وبقينا بنتكلم معاهم على منتجات جديدة.